مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ومساحه جديده لرأي حلقتنا النهارده حول موضوع حظي باهتمام عربي ودولي كبير. فقد دخل العراق مرحله جديده بعد اجراء الانتخابات التشريعيه المبكره التي جاءت ضمن جهود الطبقه السياسيه العراقيه لتهدئه الشارع بعد مظاهرات حركه تشرين 2019. ورغم ان العمليه الانتخابيه شهدت اقل نسبه مشاركه من قبل الناخبين في مؤشر واضح على رفض غالبية العراقيين للعملية السياسية الحالية التي لم تلبي أبسط متطلبات الشعب، إلا أن نتائجها حملت مفاجآت كبرى كان أبرزها خسارة تحالف الفتح المظلة السياسية للحشد الشعبي والفصائل الموالية لإيران نحو 34 مقعدا نزولا عن 48 مقعدا حققها خلال انتخابات 2019، وهو ما اعتبر مؤشرا على عدم قبول الشارع لهذا المسار. فيما حققت الكتلة الصدرية التابعة للزعيم التيار مقتدى الصدر حققت انتصارا ساحقا في هذه الانتخابات النيابية. حول نتائج الانتخابات العراقية وانعكاسها على المشهد السياسي بتدور حلقتنا النهاردة مع ضيفي الكبير في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فتحي مدير مركز الدراسات الأفرو أسيوية. منورنا أستاذ محمد. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. خلينا نطلع تقرير للزميلة نرمين ندى وبعد كده نفتح هذه المساحة للرأي فيما يخص نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، فابقوا معنا. قطعت سفينة الانتخابات مهمتها الصعبة وسط أمواج الخلافات السياسية ونزاعات التنافس على الأصوات، وها هي تحط اليوم عند ميناء النتائج لتكشف عن قيادات العهد القادم لهذه البلاد التي أثقلتها الأزمات وعجز سياسيوها عن وضع حلول الإصلاح لها. ولكن المشكلة لم تنتهي بإعلان النتائج، والخلافات لن تتوقف، إذ سيأتي بعدها نزاع جديد يتمثل بالطعن ببعض النتائج وكذلك تدخلات الدولية، ثم من سيشكل الحكومة وسجال الكتلة السياسية الأعلى أصواتا هو من سيشغل المناصب الثلاث. فبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية العراقية تدخل الكتل السياسية سباقا مع الزمن لعقد تحالفات لتشكيل الحكومة، ويعد التيار الصدري مع تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني أقرب السيناريوهات لتشكيل تحالف الحكومة المقبلة. وبعيدا عن نتائج الاقتراع، فإن العملية السياسية أمام خيارين لتشكيل الحكومة المقبلة، أولهما بمشاركة وتوافق أغلب الكتل السياسية، وهذا قد يتطلب عدة أشهر وفق التجارب السابقة، ثانيهما بذهاب الأحزاب الفائزة الأولى في مختلف المكونات السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر. سجال منتظر حول الكتلة التي تشكل الحكومة، فهل سيحسم القانون هذا السجال المعتاد عليه بعد كل انتخابات؟ وهل ستبدل الانتخابات المشهد السياسي القادم في العراق؟ تساؤلات عدة تجيب عليها الأيام المقبلة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي الكبير في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ محمد فتحي مدير مركز الدراسات الافرو اسيويه. استاذ محمد، خليني في البدايه، يعني بدايه، كيف تقيم يعني نتائج الانتخابات البرلمانيه العراقيه من حيث النتائج ومن حيث الاقبال؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك وبكل مشاهدينك الكرام. طبعا في البدايه الانتخابات التي أجريت في العراق لم يكن عليها إقبال كبير، وهي أقل نسبة إقبال لم تتجاوز 41% كما ذكرت المفوضية العليا للانتخابات، وهي نسبة تؤكد على أن الشعب العراقي مل كل النخب ومل كل الكتل السياسية ومل المشهد السياسي برمته. وبالتالي نجد أن هذه الانتخابات وضحت حقيقة التصارعات السياسية الموجودة في العراق. النتائج طبعا كان متوقع أن تكون
يعني كتلة مكتوى الصدر في المقدمة، نظرا لأنها إلى أن تسيطر على أماكن عديدة جدا لها مريدين، وخصوصا الأماكن المقدسة لديهم الأماكن التي تسيطر عليها كتلة مكتوى الصدر، وبالتالي عندما تأتي هذه النتائج بأنه يفوز ب 87 مقعدا أو ما يقرب من ذلك، ومع ذلك أنه لا يستطيع أن يشكل الحكومة لأن كل الأحزاب وكل التحالفات التي دخلت هذا الماراثون الانتخابي لم تحقق نتائج ولم تكن هناك أغلبية، نظرا لأن العملية المذهبية والعرقية الموجودة في المشهد تؤثر في المشهد الانتخابي والمشهد السياسي. خلينا أتكلم أتوقف هنا أستاذ محمد على مسألة ضعف المشاركة، يعني احنا بنتكلم على نسبة 41% رغم أن هذه الانتخابات جاءت بعد حراك شعبي، يعني وهنا علامة الاستفهام، هذا الحراك الشعبي ألم يكن يتطلب زيادة في الإقبال للتعبير حتى عن ما يطلبه الشارع من خلال ممثليه، خاصة أن السيد مصطفى الكاظمي يمكن له حس يعني نقدر نقول قومي عراقي، يعني بعيدا عن تجاذبات السياسية وبعيدا عن التدخلات الإقليمية يتشابه بشكل أو بآخر مع السيد مقتدى الصدر رغم المرجعية أو العقيدة للسيد مقتدى الصدر التي بشكل أو بآخر تتبع إيراني. يعني ألم يكن من الأولى أن يكون هناك إقبال للتعبير عن يعني مطالب الشارع في العراق؟ أعتقد أن يعني التقسيم والتشرذم والمذهبية التي رسخت لها رسخ لها الاحتلال الأمريكي الذي أفسد كل شيء في العراق جعل الشارع العراقي الذي تظاهر من أجل مطالب عادلة، ولكن في ذات الوقت يعني هو يعني مل أن المشاركة لن تكون إيجابية ولن تحقق مطالبه، لأن الأعضاء أو الذين ترشحوا أو الطائرات التي ترشحت في هذا المشهد هي الطائرات السابقة التي أوصلته لهذا المشهد، لم تكن هناك قوة وطنية ولا حزب سياسي مؤثر ولا حزب سياسي يحاول أن يجمع العراقيين. العراقيين اليوم أصبحوا يعني الجهوية والمحاصصة والمذهبية والعرقية التي دائما ما ترشخ لها الاحتلال الأمريكي الذي جاء إلى العراق منذ 2013 وحتى اليوم رسخ مشهد يعني مشهد متشابك ولا يستطيع أحد أن يقدم قراءة له حتى في الانتخابات. وبالتالي لن نقول أن هذه الانتخابات التي شاركت فيها 41% ومشاركة ضعيفة لعدد الناخبين في العراق تجاوز 25 مليون، فبالتالي المشهد الحقيقي على الأرض الذي يدركه المواطن العراقي لم يتحقق في هذه الكتل والنخب التي تصدرت المشهد والتي ترشحت إلى الانتخابات. السؤال هنا، هل نتائج هذه الانتخابات تعبر أو تلبي رغبات الشارع؟ وهذاك أشرت إلى جزئية هامة جدا يعني وهي ترسيخ مسألة المخاصصة والطائفية، وأنا دائما أقول يعني أي دولة فيها يعني مخاصصة رئيس برلمان مش عارف سني، لا مش عارف رئيس وزراء شيعي، رئيس دولة من كردي، بشكل أو بآخر حتى المحاصصة في لبنان هي قنبلة موقوتة مع الوقت يعني. وأنا أتحدث عن هذه النتائج الانتخابية، مقتدى الصدر محمد الحلبوسي رئيس البرلمان والذي فاز بعد مقتدى الصدر بنسبة لا أسابيع، يعني هل هذه التشكيلة قادرة على تلبية رغبات الشارع العراقي؟ الشارع العراقي يحتاج إلى قوة وطنية، هذه القوى الوطنية تخاطب العراقيين فقط، هذه القوى الوطنية غير موجودة حاليا، وبالتالي سيظل المشهد في العراق كما هو. التحسن لن يكون إيجابي، والدليل على ما أقول أن المشاركة لم تكن على القدر المأمول وهي أقل نسبة مشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى أن المواطن العراقي يعني الجهوية والمذهبية والمحاصصة دائما ما تجعل من يتصدر المشهد، من يقر السياسات، من يضع الخطط، دائما يقول ليس لدي مهنية ولا تدريب ولا كفاءة، لأن الكفاءات تختفي. العراق به علماء وبه يعني كوكبة كبيرة جدا من المفكرين والأدباء والمثقفين، متحدث عن حضارة قديمة يعني. نعم، وبالتالي لديه من يقود ومن يستطيع أن يقود، لكن في ظل هذا المشهد الذي رسخت له الولايات المتحدة الأمريكية ورسخت له التدخلات الدولية في العراق وجعل العراق مقسم بهذا المشهد، العراق الذي كان لديه يعني قوة اقتصادية
اقتصادية قوية جدا. هذه القوة الاقتصادية انهارت منذ 2003 حتى اليوم بشكل كبير جدا، رغم أنه من الدول المنتجة للبترول، الدول التي لديها يعني بنية اقتصادية جيدة، بالإضافة إلى أنه لديه مساحات جيدة جدا من الأراضي. لديه كان العراق يصدر كل المواد الغذائية، وكان العراق يعني يكفي أنه كان قوة اقتصادية تعادل القوات الاقتصادية الموجودة في الخليج حاليا، بل كان يتفوق عليها العراق، وكان مقصد لكل الذين يرغبون في التنمية وفي العمل وفي المشاركة. اليوم أصبح العراق للأسف الشديد في ظل هذه التجاذبات السياسية، في ظل الحرب الضروس، وفي ظل تمكين الميليشيات والجماعات المتطرفة والدواعش وأصحاب المذهبية وأصحاب الطائفية، جعل المشهد في العراق صعب جدا أن يتنبأ بأن يكون له مستقبل جيد في المستقبل، إلا إذا جاء أحد الوطنيين الذين يريدون أن يجمعوا كل العراقيين بعيدا عن التجاذبات وبعيدا عن المذهبية وبعيدا عن الطائفية وبعيدا عن القبائل والعائلة. رجل عراقي يستطيع هذا الرجل أن يجمع العراقيين حول العراق. إيه اللي يمنع ده محمد؟ خليني برضو، لأن برضو يعني يمكن السيد مصطفى الكاظمي له يعني خطاب مختلف عما سبقوه عن نور الملكي وعن الناس دي بصراحة يعني. نعم. وحتى اتجاهات واتجاهات عربية، نحن نشهد تحالفات جديدة في المنطقة، الأردن العراق مصر، وأكثر نعم. من لقاء نشهد تقارب عراقي مع دول الخليج على عنوان هام جدا هو المصالح المشتركة بعيدا عن التجاذبات الإقليمية يعني. المهارات القومة يعني مصطفى الكاظمي نعم هو أدرك أن الخلل هو بعد العراق عن محيطه العربي تأكيد. وبالتالي كانت القمة التي عقدت بحضور الدولة المصرية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور ملك الأردن، وهذه القمة تم من خلالها توقيع على عدد من الاتفاقيات. أعتقد أن هذه الاتفاقيات إذا دخلت في طور التفعيل الفعلي سيكون لها مردود إيجابي، لأن العراق خرجت من محيطها العربي ودخلت في محيط آخر من التدخل الإيراني، من التدخل الأمريكي، من الحرب بالوكالة على الأراضي العراقية، من تأجيج المشهد، من تقوية الميليشيات والعناصر الإجرامية وداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة التي دائما ما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية عندما تأتي تريد أن تسقط أي دولة سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، دائما ما أولا توقص فيها الجهوية والمذهبية والطائفية، ثم بعد ذلك تأتي بالجماعات الإرهابية والمتطرفة وأصحاب الأيديولوجيات تساندهم حتى قام عملية إرهابية دي ضدي وتبدأ الدنيا. وهذا هو المشهد الحادث في العراق، العراق والحادث في طالبان حتى بعد انسحابنا نعم يعني نعم الذي يحدث يعني حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية لن تستقر أفغانستان حقيقة. وبالتالي نفس المشهد يتكرر في عدة من الدول العربية التي أصيبت أو نقبت بالربيع العربي. وبالتالي نقول أن الدولة التي تريد أن يكون فيها تنمية لابد أن تضع ركائز لهذه التنمية، وهذا النموذج اتضح في الدولة المصرية. الدولة المصرية عندما وضعت ركائز حقيقية للأمن والاستقرار أصبح فيما بعد التنمية، واليوم نسير في اتجاه التنمية. وبالتالي لن تستطيع العراق أو لبنان أو أي دولة فيها تجاذبات وفيها فتنة طائفية وفيها مذهبية لا تستطيع أن تستقر، سواء بالانتخابات أو بغيره. يعني إذا كانت هذه الانتخابات البرلمانية أفرزت عدد يعني معقول، ولكن هذا العدد لا يعول عليه أن يقيم يعني دولة حقيقية، لأن الدولة لها ركائز أساسية، وكل التجربات في الدول العربية تؤكد على أن رأس الدولة لابد أن يكون رئيس الجمهورية، هو الذي يرسم السياسات والبرلمان يساعده في الجهات التشريعية. هذا هو النموذج الذي يجب أن يفعل في العالم العربي. لكن في العراق لا تستطيع أن توضح نموذج معين، هل البرلمان هو صاحب الكلمة؟ هل الطائفية هي تجاذبات في النهاية بتخلي نعم. العراق واقف في مكانه؟ نعم، تعكس هذا بالسلب على المواطن العراقي وعلى الخدمات وعلى التنمية وعلى كل المسارات الموجودة. طيب خلينا برضو عايز اتكلم على مسألة تدخل العراق اللي عفوا الامريكي في العراق وانسحاب امريكا بشكل او باخر من العراق. هل يعني هل امريكا تركت العراق بين قوسين لايران؟ يعني اعتقد ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية في 20 سنة الاخيرة غير واضحة.
غير واضحة المعالم. الإدارة الأمريكية تتغير بتغير الرئيس. فعندما يعني كنا يعني كانت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في السابق معروفة تجاه كل القضايا، ولكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندما تدخل أي دولة تريد أن تسيطر على المخدرات فيها ثم تخلق مشهد حتى لو تم يعني وجود يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تركت أفغانستان لحركة طالبان تركتها وهي في وضع لا تستطيع أن تستقر بأي حال من الأحوال. هكذا فعلت في العراق عندما تركت أو انسحبت من العراق، لم تترك له الإيران، وأعتقد أن الحرب الغير معلنة موجودة على الأراضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، تظهر من خلال التنظيمات الإرهابية وتظهر من خلال المولى. أقول أن الذي يجب أن يعني النموذج الذي يجب أن يوضع في العراق هو النموذج الوطني. لماذا؟ لأن كل هؤلاء لهم دول تساندهم ولهم تنظيمات تقف خلفهم ولهم جهات تمولهم، من يتموله إيران ومن تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية ومن تقف وراءه تركيا ومن تقف وراءه يعني قيادات الخليج السعودية نعم. فبالتالي هؤلاء لا ينفذون أجندة لصالح المواطن العراقي، هم ينفذون أجندة لصالح الدول التي تدعمهم والكيانات التي تتدخل فيهم بشكل مباشر، لأن العراق دولة غنية وللأسف الشديد منذ 2003 كما قلت حتى ينهب نهبت، وأصبح المواطن العراقي ما بين مهجر ومشرد، وأصبح المواطن العراقي الموجود في داخل العراقي لا يستطيع أن يجد قوت يومي. أصبحت المساحات كثيرة جدا، مساحات الأراضي الزراعية في العراق لا تزرع، أصبحت جرداء بعد تم يعني نعم. كل التنظيمات الإرهابية والحرب بالوكالة على الأراضي العراقية جعلت المشهد الذي نراه في العراق وهو مشهد يندى له الجبين، والعراق كانت قوة عربية قوية مؤثرة. العراق ومصر كانت القوتين الأكبر في الوطن العربي. تم حل الجيش وتسليح الجيش، والجيش العراقي لن يعود مرة أخرى إلا بإرادة وطني، وأعتقد أن ذلك قد يحدث في الأيام المقبلة. خليني سؤالي لحضرتك، يعني هل الانتخابات البرلمانية في العراق بداية لي يعني رؤية جديدة، بداية لعراق جديد، لأن في النهاية هي الانتخابات أفرزت يعني شكل جديد في العراق؟ أخذ إجابة حضرتك بعد هذا التقرير للصحافة، فابقوا معنا. في المصري اليوم يرى محمد أمين أن العراق يعود إلى شعبه ووطنه بإجراء الانتخابات، ويرجع من جديد ليكون دولة بعدما تعرض له من دمار على مدى 20 عاما تقريبا. فإن الانتخابات تستعيد شكل الدولة وتستكمل دور المؤسسات فيها، فلا دولة حقيقية دون انتخابات رئاسية أو برلمانية. وفي جريدة الأخبار يرى خالد النجار أن العراق بدأ طريقه نحو مستقبل مشرق، فلم يكن العراق في منأى عن الإرهاب الأسود، ولكن بالعزيمة والإصرار عادت بغداد لاستنشاق النسيم لتتعافى من شرور كلاب النار والدواعش لتبدأ خطوات نحو المستقبل. وأول تلك الخطوات الاستحقاق الانتخابي المشرف والذي يفتح آفاق التنمية والبناء. في جريدة الأهرام أكد علاء ثابت على دعم مصر لوحدة واستقلال العراق، وأشار إلى الأجواء الإيجابية التي شهدتها الانتخابات العراقية والتي تبشر بأن هناك تفاؤلا عاما بقدرة العراقيين على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي وبما يلبي تطلعاتهم في التقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي يستحقونه. وفي جريدة الجمهورية يرى فهمي عنبة أن تحقيق الاستحقاق الانتخابي بالعراق ليس نهاية المطاف بل هو البداية، وعلينا أن نعترف بأن الدول العربية ابتعدت كثيرا عن العراق والذي أصبح في أشد الحاجة للمساندة من الأشقاء، خاصة في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية التي يعاني منها. وفي اليوم السابع كتب بيشوي رمزي بأنه لو نظرنا إلى الانتخابات العراقية نجد أن الاهتمام العربي لا يقتصر على مجرد التغطية الإعلامية أو المتابعة السياسية، وإنما امتد إلى المشاركة البناءة عبر تقديم الدعم السياسي واللوجستي، وهو الأمر الذي من شأنه إضفاء الشرعية الدولية المصبوغة بالهوية على العملية الانتخابية.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. يمكن نفس السؤال حتى في تقرير الصحافه، يعني هل يعني هذه الانتخابات نهايه لتنازعات، نهايه لصراع الشارع، لمطالب الشارع، بدايه جديده؟ يعني بشكل او باخر هي انتخابات وافرزت مجموعه من ايا كانت نسبه المشاركه، ولكن هؤلاء من ادلوا اصواتهم. يعني انا يعني مصطفى القاسمي انا شايفه انه افضل رئيس وزراء بعد 2003 وحتى اليوم. رجل له خطاب متزن وله شاشات جيدة، وبالتالي هذه الانتخابات سوف يتم من خلالها تشكيل نبني عليها حكومة جديدة وممكن رئيس جديد، وبالإضافة إلى كتل جديدة. لكن نقول أننا نبني على هذه الانتخابات، أعتقد أن الشعب العراقي الذي ذهب بنسبة مشاركة قليلة لا يعول على هذه الانتخابات. خليني برضو اسمع احمد اتكلم، ان كل نسب المشاركه في الدول العربيه يعني دي 41 ما بتتعداش ال 51 52 يعني. ده هم المسجلين وليس بعدد السكان. فبالتالي لا يعني هو طبعا هو كانت فيه هناك برضو بعض الاشياء انهم فتحوا اللجان من 8 صباحا ل 6 مساء، وكان هذا الوقت قليل شويه. بالاضافه الى ان هناك كانت هناك بعض المناطق وفي تخوف فيها اشتباكات وفيها لم يستطيع المواطن ان يدلي بصوته جيدا، ولكن البعثة أو التقاريرات الدولية والعربية التي تابعت هذه الانتخابات أكدت على أن الانتخابات كانت جيدة وكانت مشاركة جيدة. ولكن نقول أن النخب الذين تم اختيارهم في هذه الانتخابات، هل يستطيع هؤلاء الأعضاء الذين تم انتخابهم من الشعب أن يشكلوا يعني نواة جديدة للاستقرار العراق والبحث عن التنمية وحل هذه النزاعات والبعد عن الطائفية والمذهبية؟ أعتقد أن هذا الأمر صعب جدا، رغم أن هناك انفتاح من رئيس الحكومة على الوطن العربي وهناك نية أن يكون هناك تنمية، ولكن تبقى التدخلات الدولية وتبقى المصالح الضيقة لبعض الدول التي أسقطت أنظمة دون وجه حق، والتي جرفت العراق، والتي يعني جعلت الشعب العراقي من استقرار يعني ما قبل 2003 كان الشعب العراقي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا أفضل من ذلك بكثير. لم نكن نسمع عن المذهبية والطائفية والتناحر، حتى أن الانتخابات أفرزت أيضا الطائفية والمذهبية. من يعني صوت لمقتدى الصدر والذي جعلوه في المقدمة هم أيضا الذين يؤمنون بفكره، والذين لهم أيديولوجيات سياسية معه، والذين لهم مصالح مع التيار الصدري. وبالتالي لن نقول قولا واحدا أن العراق يستطيع أن يكون في حالة أفضل من خلال هذه الانتخابات. هي قد تكون نقطة إيجابية إلى أن رئيس الوزراء دعا إلى انتخابات وتم إجراء الانتخابات مبكرة في هذا الشكل، وبالتالي العملية السياسية كلها برمتها لن تفرز استقرارا قويا للعراق ولن تحقق مصالحه ومطالبه، ولكن هي نقطة يعني أقول دعني أقول أنها نقطة بداية. إذا تم البناء عليها جيدا قد تؤدي إلى نتائج جيدة، ولكن إذا وضعت هذه النقطة وجاء هؤلاء الأعضاء بنفس الفكر وبنفس السيناريو الموجود في البرلمان السابق، أعتقد أن هذا لن يحقق أي جديد. خليني أستاذ محمد هنا أتكلم على يعني دور مصر، ويعني يمكن خلينا أقول بصراحة أن الدول العربية بشكل أو بآخر تركت العراق لإيران يعني، ولكن خليني او لتدخلات اقليميه فيها يعني. وهنا خلينا نتكلم على دور مصر ودور الدول العربيه لعوده العراق. انت تتحدث منذ قليل على دوله محوريه، على العراق البوابه الشرقيه للدول العربيه، ويعني وهنا اتكلم على مساله عوده العراق او عوده العرب الى العراق، ان تحتضن الدول العربيه العراق ممثله طبعا في الدوله الام هي مصر. يعني أعتقد أن الدولة المصرية بعد أن تعافت بشكل كبير في الأيام الماضية، واستطاع الرئيس السيسي أن يؤسس لدولة حقيقية بها مسارات اقتصادية واجتماعية جيدة، كان يجب على الدولة المصرية أن تنخرط في محيطها العربي. وأعتقد أن الدولة المصرية منفتحة على كافة الأطراف، وكانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق هي الزيارة الأولى بعد 30 عاما
من يعني الرئيس مصري، وكان في حفاوة بالغة بالإضافة إلى أن هناك يعني كان تفاهما واضحا، وكان هناك ترحيب شعبي من الشعب العراقي عندما تعود إليه الشقيقة الكبرى مصر وتعقد هذه الاجتماعات وتعقد هذه الاتفاقات الاقتصادية المهمة. وأعتقد أن هذه من النقاط المهمة جدا التي قام بها رئيس الوزراء العراقي الذي استطاع أن يعيد العراق إلى محيطه العربي. الدولة المصرية وضعت الركائز الأساسية لها وتخلصت من الضغوط الداخلية، واليوم تتجه إلى محيطها العربي، لأن الدولة المصرية موجودة في وسط قلاقل ومشاكل. هناك مشاكل في ليبيا، هناك مشاكل في سوريا، هناك مشاكل في اليمن، في السودان، في العراق. فبالتالي الدولة المصرية تريد أن يكون لها دور إيجابي مؤثر في محيطها العربي، وأعتقد أن دور الدولة المصرية ظاهر جدا جدا في ليبيا. الدولة المصرية عادت إلى العراق وسوف يكون لها دور إيجابي في المرحلة المقبلة من خلال التكونات الجديدة في العراق، رغم أن الدولة المصرية يعني عليها تحديات كثيرة زي ما بقول حزام نار يعني. نعم، خلينا نسمح لنا هنا برضو انت حضرتك بتتكلم على الدولة المصرية ومشاركتها في ملفات عديدة يعني، وهنا خليني أتكلم على الدبلوماسية المصرية الهادئة والتي يعني لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أيا، حتى لو دولة عربية صديقة يعني، إلا بالخير يعني. وهنا أتكلم على يعني مسألة يعني تدخلات الدولة المصرية في، أنت شايف إن كان الوقت مناسب والوقت مناسب في زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق، الاجتماع مع عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله والكاظمي، وحديث عن تجمع اقتصادي و يعني وسياسي بين هذه الدول. وطبعا مش عايز اتكلم ان هناك يعني تاريخ من العلاقات الثلاثيه بين قوسين ما بين مصر والاردن وكان اليمن سابقا يعني ما. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله المصريه دائما ما تضع استراتيجيه حقيقيه لكي يكون هناك تواجد مصري قوي عربي بداعم للدول العربية. أي التدخل يعني الاتفاق المصري مع العراق هو يدعم العراق في المجال الاقتصادي وفي التجربة المصرية الرائدة الموجودة التي أصبحت يعني نقطة ضوء في المنطقة العربية كلها. كيف تنهض الدولة المصرية بخطوات متسارعة في كل المجالات وعلى كافة المحاور. فبالتالي الدولة المصرية وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها مدلول كبير جدا للعراق، كانت زيارة إيجابية جدا، أبرمت يعني أسفرت عن اتفاقات اقتصادية مهمة جدا جدا. بالإضافة إلى أن الدولة المصرية أيضا عندما وقفت وساندت الشعب الليبي بشكل كبير جدا كانت برضو من النقاط الإيجابية. الدولة المصرية دائما ما تحاول أن تساند وأن تعيد الدور المصري. الدولة المصرية عاد دورها الرائد، والرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حتى في غزة في قمة اليوم أيضا في بودابست. نعم، يعني الدولة المصرية منفتحة على كافة الأطراف وتحضر فعاليات دولية كبيرة بوصفها دولة محورية مؤثرة. وبالتالي عندما يعني تعود العلاقات مع العراق بشكل قوي سواء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذا الأمر يعود بالنفع على الدولتين ويجعل الدولة المصرية تشارك العراق بشكل جيد في تحقيق مسارها الاقتصادي والتنموي بعد أن جرفتها الإدارة الأمريكية والتدخلات الدولية منذ 2003 وحتى اليوم. أخيرا يعني هل سترسم يعني نتائج هذه الانتخابات صورة للعلاقات الخارجية العراقية في المستقبل؟ يعني إذا يعني تم سيطرة تيار معين أو تحالف. كان قريب هنا موجود في نعم رئيس البرلمان، كان موجود في البرلمانات العربية قمة البرلمان. فبالتالي إذا كانت هناك يعني إذا أصفر هذا البرلمان وهذا التكتل عن وجود تيار، هذا التيار لا يعادي العروبة ولا يعادي الدول العربية، تيار وطني قومي عربي، أعتقد أن هذا سيعود بالنفع على المواطن العراقي وعلى الدول العربية كافة. وأما إذا كان هذا التيار يخدم مصالح وأجندات خارجية فأعتقد أن هذا الأمر سيجعل العراق كما هي. بشكرك، كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فتحي مدير مركز الدراسات الأفرو آسيوية. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من مساحة للرأي، وشكر لفريق عمل مساحة للرأي لهذا اليوم، وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.